اللي بنصحك بيه بعد ما تعمل عملية الليزك انك تحافظ على وضع القطرة اللي الدكتور وصفها لك بانتظام، وتتجنب اي انشطة شاقة او السباحة في حمامات السباحة لمدة اسبوعين او شهر على الاقل، وتتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة بدون النظارة الشمسية. في النهاية الليزك ممكن يكون حل مفيد وممتاز لمشاكل البصر، لكن من الضروري استشارة الطبيب الثقة الأمين اللي هيقولك الليزك ينفعك ولا لأ، وأنه نوع أفضل بالنسبة لحالتك. شكرا لمتابعتكم، وأتمنى لكم عيونا بصحة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.